الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 17 بعد 100، مصطلح اقتصادي سياسي اجتماعي من لسان العربي الاقتصادي، معجم المصطلحات الاقتصادية. عنوان المصطلح: كن شجاعا واستخدم عقلك. سابيري أودي. كن شجاعا واستخدم عقلك. سابيري أودي. كن شجاعا واستخدم عقلك. سابيري أودي هو مصطلح من اللغة اللاتينية، استخدم من قبل فلاسفة عصر التنوير Enlightenment period، وقد وظفه الفيلسوف الألماني إيمانويل كانت في كتاباته عن العقل والسعادة والشجاعة العقلية. ويقصد بالمصطلح بأن على الفرد أن يمتلك الشجاعة ويستخدم حكمته وعقله ومنطقه من أجل الوصول إلى الحقيقة والسعادة. وقد استخدم الأوروبيون هذا المصطلح باعتباره فعل أمر imperative وقانون طبيعي وأخلاقي، يقابله حسب رأيي في القرآن الكريم الأمر الرباني الذي يقول اقرأ، أي اقرأ وتمعن وحلل ودبر وتدبر. أمثلة على كن شجاعا واستخدم عقلك. سابيري أودي: إذا أردنا التطور والتقدم فعلينا أن نعمل ونجتهد. إذا أردنا أن نعرف فعلينا أن نبحث ونجتهد ونتعلم. إذا أردنا أن ننتصر فعلينا أن نعد العدة ونضحي. كن شجاعا واستخدم عقلك. سابيري أودي. يعتمد تحقيق المعنى الحقيقي لكن شجاعا واستخدم عقلك سابيري أودي على 4 شروط مركبة من شروط فرعية على النحو التالي: أولا الرشد maturity، ومحاربة الجهل ignorance والتجهيل، وجود خيارات choices، والتمسك بالمثابرة والمحاولة ومحاربة الكسل laziness، الشجاعة courage، والقضاء على الجبن، وأخيرا استخدم الشجاعة سابيري أودي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.